بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله البسكويت بالحليب البودر والنشادر. عندنا الدقيق حاطين عليه البيكنج باودر والملح، هنضيف عليه الحليب البودر وهنقلب كله كويس مع بعض. وبعد كده عندنا الزبدة تكون لينة ودرجة حرارة المطبخ، وبعد كده هنضيف السكر البودر وهنضرب الزبدة مع السكر البودر حوالي 5 دقايق بالمضرب الكهرباء. وبعد ما ضربنا الزبدة كويس مع السكر هنضيف البيض والفانيليا وهنضرب كمان حوالي 2 دقيقة. وبعد كده هنضيف الدقيق تدريجي وهنقلب كويس وهنلم العجينة بايدينا بالشكل ده كده. وبعد كده عندنا النشادر هنحط عليها الحليب وهندوبها كويس فيه، وبعد كده هنضيفها للعجينة وهنعجنها عجنة خفيفة. وخلاص كده العجينة خلصت معانا وبقت بالقوام ده. وبعد كده هنحط العجينة في كيس الحلواني وهنحط الشكل اللي احنا عايزينه وهنبدأ نشكله. بالشكل ده كده. وبعد كده هنسخن الفرن على درجة حرارة 180 وهندخله في الرف الأوسط. خلاص كده البسكويت خرج معانا من الفرن وهياخد معانا من 15 ل 20 دقيقة. جربوه ان شاء الله يعجبكم.